التمهيدي من خلال الانطلاقات والتحديات. أهلا وسهلا بكل الأخوة الملاك والمضمرين، منافسات قوية وشيقة في ميدان السباق، هنا تتواجد بكل قوة مع تحديات أشواطنا لسن الكبار. تتواجد هذه الأسماء التي سجلت في طولة فترتها العمرية العديد من التحديات والمنافسات العملاقة، والتي حصلت من خلالها على العديد من الرموز أو السيارات أو المراكز المتقدمة. بينما نبدأ الصراع مع هذه الجولة ومع الحول المحليات الأصايل، هنا تتقدم سمحة لحمد بن سلطان بن درويش المنصوري، حيث يقدم قائد لواء المرموم هذه الانطلاقات والتحديات نقله الى المركز الثاني. هناك تواجد مزون عبد الله بن طالب بن شريم في المركز الثاني، اما المركز الثالث ياتي في هذه اللحظات شعار المدهوشي، حيث يقدم لنا صروح سالم بن محمد بن سالم المدهوشي، يتقدم نحو المركز الثالث. المركز الرابع وصول وتقدم واحتلال من قبل الشاهينية، عبيد بن خليفة بن عبيد الخيالي يصل في هذه اللحظات مع قمة هذا الشوط إلى المركز الرابع. المركز الخامس وصلت الان هذه شواهين عبد الله بن محمد بن علي بن عمير الراشدي الى المركز الخامس، بينما في المركز السادس حربه لسالم بن يابر بن عبد الله الحربي يقدم حربه في هذا الموقع. المركز السابع ياتي شعار راعي صوغه ليقدم لنا هذا الاسم، مظفر بن خموشه العامري الى المركز السابع، بينما في المركز الثامن تتواجد سمحه علي بن حموده الظاهر. المركز التاسع وصول من زيزوم أو زيزفون لسعيد بن غدير بن عبيد الكتبي، والمركز العاشر هذه اللي تقدمت العنود سليم بن سالم بن علي الغيلاني. ها هي النتيجة للعشر المراكز المتقدمة أيها المتابعين الأعزاء في هذه المشاركة في هذا الانطلاق والتصدر. بينما نحن نعود إلى المقدمة وصدارة هذا الشوط، حيث المدهوشي يتقدم إلى المركز الأول إلى صدارة الشوط مع وجود صروح سالم بن محمد بن سالم المدهوشي على مقدمة هذا الأداء وهذه المشاركة مع بداية ثاني نداء لهذه الانطلاقة. سمحة تحتل المركز الثاني لحمد بن سلطان بن درويش، يأتي ليقدم لنا سمحة مع هذه الانطلاقة في المركز الثاني. مزون تحتل المركز الثالث، يصل شعار عبد الله بن طالب بن شريم المري في المركز الثالث، بينما في المركز الرابع هنا تتقدم حكمه لمظفر بن محمد بن خموشه العامري الى المركز الرابع. المركز الخامس شواهين، تتواجد شواهين عبد الله بن محمد بن علي بن عمير الراشدي، يصل مشاهدين الاعزاء في المركز الخامس. المركز السادس وصول الشاهينيه عبيد بن خليفة بن عبيد الخيالي الآن على المركز السادس أيها المشاهد العزيز. المركز السابع وصلت سمحة علي بن حمودة بن علي الظاهري، وصل الآن ياخذ المركز السابع. المركز الثامن اللي وصلت وتقدمت العنود سليم بن سالم بن علي الغيلاني. المركز التاسع نقله إلى المركز التاسع وإلى حربه سالم بن يابر بن عبد الله الحربي. والمركز العاشر وصلت زيزفون سعيد بن عبيد بن غدير بن عبيد الكتبي، يحتل المركز العاشر مع وجود زيزفون. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة في محك وانطلاقة هذه اللحظات. أسماء قوية، أسماء عملاقة تشاركنا دائما في ميدان المرموم، مشاركات لا تنتهي من أصحاب القمم، من أصحاب الهمم دائما بالانتصارات والنواميس. الكل مجتهد دائما بالفوز والانتصار لنيل الناموس في ميدان المرموم، ولكن تبقى دائما الأصالة والتحدي والجهود
جهوزية هي سيدة الموقف مع الأصايل في ميدان المرموم الذكي. المقدمة لا زالت حتى هذه اللحظات صروح تتقدم هذه الجموع، صروح لسالم بن محمد بن سالم المدهوشي هنا في المركز الأول، بينما سمحة أيضا تحاول أن تبقى في مقدمة الشوط وفي صدارة هذه المجموعة القوية لحمد بن سلطان بن درويش المنصوري، يأتي هنا من أهالي المرموم في انطلاقة التحدي وانطلاقة سمحة في هذه الانطلاقة. المركز الثالث شواهين عبد الله بن عمير الراشدي يصل مشاهدين الأعزاء إلى المركز الثالث، ومزون هنا تتواجد في المركز الرابع، مزون عبد الله بن طالب بن شريم المري يقدم مزون، هناك شاهينية عبيد بن خليفة بن عبيد الخيالي أيضا ينضم إلى قافلة المتنافسين، إلى قافلة المتحدين ما شاء الله، مع الكبار مع الحول المحليات الأصايل. ولكن شوف هذه حكمة قادمة، حكمة قادمة بشعار العملاق العناوي راح يصوغه مظفر بن محمد بن خموشة العامري، ما شاء الله يا ما حصد من السيوف والخناجر والكاسات والشعار، يعني لا تغيب الشمس عنه، دائما يقدم العديد من النتائج المرضية لجمهوره وعشاقه العملاق العناوي. هنا يأتي كذلك الشعار الاقتصادي ليقدم سمحة علي بن حموده الظاهري، واصل مع سابع المراكز وانطلاقاته لا تنتهي دائما، كلها هنا تأتي بالتحدي والإثارة، بالتحدي والإثارة. شوف المركز الثامن قادمة الآن هذه العنود سليم بن سالم بن علي الغيلاني في المركز الثامن، المركز التاسع منصور بن محمد بن سالم او منصور بن محمد بن عرطي الحميري، ماذا يقدم؟ او حميد حمد بن حميد بن حارب المهيري يقدم سرابه في هذا الموقع على المركز التاسع. المركز العاشر من الجانب الاخر هنا في هذه الانطلاقه وفي هذه التحديات ياتي مشاهدينا الاعزاء بالتنافس والتحدي والمشاركه العملاقه. نحن نسير بحضراتكم والقافله تسير والتحدي لا ينتهي أبد في هذه الانطلاقة، عودة إلى تصدر المجموعة، عودة إلى المراكز الأولية، حيث الآن سمحة ترافق الكادر الأول إلى خط النهاية إلى الناموس والانتصار. هنا حمد بن سلطان بن درويش يتقدم في هذه اللحظات إلى المقدمة والصدارة، بينما في المركز الثاني بدأت الآن الهجمات، بدأ الخيالي يتقدمون هالي الخزنة والهالي رماح إلى المركز الثاني. عبيد بن خليفة بن عبيد الخيالي يقدم الشاهينية هنا في هذه اللحظة إلى المركز الثاني. المركز الثالث هناك تتواجد في هذه اللحظات صروح سالم بن محمد بن سالم المدهوشي يتقدم إلى المركز الثالث. المركز الرابع هذه مزون والملكية لعبد الله بن طالب بن شريم المري، بينما سمحة قادمة، سمحة بن حمودة علي بن حمودة الظاهري من خلال هذه الانطلاقة يأتي يحتل المركز الخامس. المركز السادس، المركز السادس حكمة، حكمة مظفر بن محمد بن خموشة العامري يأتي هنا في هذا الموقف. المركز الجانب الاخر عبد الله بن علي بن عمير الراشدي مقدم الشاهينيه في هذا الموقف، في هذه الانطلاقه كذلك ياتي الشعار المنافس الاخر، هذه حربه سالم بن يابر بن عبد الله الحربي، وكذلك وجود العنود سليم بن سالم بن علي الغيلاني. الكل بدا بالهجمات الاخيره، الهجمات الخطيره، الهجمات المستمره على الناموس، ولكن اعود الى المقدمه كالعاده لا زالت سمحة تقود هذه المجاميع، تقود المحليات الأصايل إلى الانتصار. سمحة في المركز الأول، حمد بن سلطان بن درويش المنصوري، ولكن الشاهينية تباغت سمحة في هذه اللحظات، في هذه التحديات. عبيد بن خليفة بن عبيد الخيالي ما شاء الله قادم بالشاهينية، تحدي كبير وتحدي خطير في منافسات هذا اليوم، في منافسات هذا اليوم التجربة الأخيرة قبل جائزة زايد الكبرى، قبل مهرجان الشيخ زايد التراثي. هنا التجربة الأخيرة، المعركة الأخيرة قبل الانتصار الكبير في هذا المهرجان، ولكن عودة إلى المقدمة ما شاء الله. الشاهينية عبيد بن خليفة بن عبيد الخيالي الآن ينتزع المركز الأول، يتقدم في هذه اللحظات مع لائحة 1200
على خط النهاية. وعبيد بن خليفة بن عبيد الخيالي مقدم الشاهينية على المركز الأول على ناموس الشوط. سمحة في المركز الثاني لحمد بن سلطان بن درويش، يأتي في المركز الثاني سمحة الأخرى في المركز الثالث علي بن حمودة الظاهري، مزون في المركز الرابع لعبد الله بن طالب بن شريم المري، المركز الخامس هذه سلهودة سعيد بن صابر بن سعيد الاكتبي، المركز السادس هناك يتواجد سالم بن عبد الله الحربي يحتل المركز الرابع الخامس أو السادس. بينما نعود إلى المقدمة ما شاء الله سمحة 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 والشاهينية واستعراض استعراض بطولي من هذه اللحظات بين سمحة وبين الشاهينية، بين سمحة وبين الشاهينية استعراض كبير استعراض مثير للغاية في ناموسي هذا الشوط. تستحق من خلال الكاميرا ون بمتابعة هذه اللحظات الكادر الأول لدبي ريسينج يزخر بوجود هذه الأسماء العملاقة والشاهينية. سيطرت الشاهينية تقدمت عبيد بن خليفة بن عبيد الخيالي ما شاء الله انطلق بوجود الشاهينية على المركز الأول متحديا الجميع في هذه الانطلاقة ومستمرا بالبحث والانتصار عن النواميس ما شاء الله. لعبيد بن خليفة بن عبيد الخيالي سلام لهالي لهالي رماح مشاهدينا الاعزاء. ما شاء الله تبارك الله الشاهينيه انفردت بالمركز الاول انفردت بصداره هذا الشوط بينما الملاحقه من سلهوده، الا ان الشاهينيه خلاص سلمت على هالي رماح وهدت الفوز والناموس في هذه المجموعه القويه مع المحليات الاصايل بانتزاع المركز الاول بناموس هذا الشوط. اهالي رماح مشاهدينا الكرام اهالي رماح بالانتصار والتاني عبيد بن خليفه بن عبيد الخيالي تهانينا على فوز الشاهينية بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت غنادير لموسى بن عبد العزيز الموسى ثانيا سلهودة، المركز الثالث سعيد بن صابر الاكتبي، المركز الرابع سمحة حمد بن سلطان بن درويش، والمركز الخامس المركز الخامس هذه اللي وصلت مشاهدي الاعزاء فلك لسلطان بن عبد الله بالشر الخاطري من تواجد على المركز الخامس. هكذا كانت النتيجه هكذا كانت تحديات هذا الشوط مع المحليات الاصايل، الا ان الشاهينيه استطاعت ان تخطف الناموس من الجميع هنا وتنتزع الصداره بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقه و56 ثانيه وتسعه اجزاء من الثانيه. المركز الأول تهانينا وسلام إلى هالي رماح سلام. بينما في المركز الثاني المركز الثاني هنا فاجأتنا في اللحظات الأخيرة 12 دقيقة 59 ثانية سبعة أجزاء من الثانية يأتي شعار الموسى مع غنادير موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى تهانينا وناموس. بينما في المركز الثالث التحدي جميل من سلهودة سعيد بن صابر اكتبي 13 دقيقة وأربعة أجزاء من الثانية تهانينا على هذا الفوز والانتصار وتهانينا للجميع. أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا الصباح.